اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، وبنبتدي معاكم جولتنا الاخباريه المعتاده اللي بنستعرض فيها عدد من الاحداث محليا وعربيا وعالميا. هنبتدي بموقف السلع الاساسيه ومدى توافرها في الاسواق المصريه. وزير التموين عرض على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل تقرير عن موقف السلع الاساسيه الغذائيه وغيرها، واشار خلاله الى ان ارصده القمح المحلي والمستورد تحديدا تكفي حتى اول ابريل من العام القادم عام 2017 إن شاء الله، مشيرا إلى أنه تم إجراء تعاقدات بحجم 840 ألف طن لاستيراد القمح. وزير التموين أكد برضو أن الزيوت بتكفي حتى يونيو 2017، وأشار إلى أن الدواجن سواء المحلية أو المستوردة بتكفي لمدة 10 شهور. فيما يتعلق بالسكر، أكد وزير التموين أنه وصل إلى الموانئ المصرية حوالي 7 سفن بتحمل 239 ألف طن، كما تستعد مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية لاستقبال محصول القصب لبدء موسم الإنتاج في 8 مصانع. المصانع دي أبو قرقاص، جرجة، نجا حمادي، دشنا، قوس، أرمنت، إدفو، كومومبو. هذه المصانع بتنتج حوالي 1,100,000 ألف طن من السكر. ده كان فيما يتعلق بالقمح والسكر وأيضا الدواجن. أما فيما يتعلق باللحوم اللي طبعا ارتفعت أسعارها بشكل جنوني في الفترة الأخيرة، وأصبحت للأسف مش في متناول أيدي غالبية الشعب المصري. بعض الجزارين قفلوا. لأنه يعني أسعار حقيقي يعني ملهاش أي تفسير ولا تبرير وخيالية. وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه تم الاتفاق على استيراد 78 ألف رأس ماشية من السودان لطرحها في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية بسعر 75 جنيه للكيلو، وده بيقل حوالي 35 جنيه طبعا عن الأسواق، على أن يتم تجديد التعاقدات لكميات أخرى بعد نفاذ الكميات المتفق عليها. وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي صرح أن أول شحنة من التعاقد وصلت إلى أبو سمبل في أسوان، والغردقة تم ذبحها في المجازر المصرية وطرحها في المجمعات الاستهلاكية التابعة لشركات النيل والأهرام والإسكندرية والمنافذ الحكومية التابعة لوزارة التموين، حتى لا يتم تسريبها إلى السوق السوداء والمطاعم وبيعها بسعر أعلى من ما هو مقرر. قام اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية على مستوى مصر بأكملها، تحديدا في قرية بنبان بمركز دراو اللي بيضم تقريبا 40 محطة شمسية هتنتج 2000 ميجا وات بواقع 50 ميجا وات من كل محطة، وبإجمالي 2000 ميجا وات بما يعادل طبعا 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، وده بالتأكيد لتدعيم الشبكة القومية الموحدة للكهرباء. محافظ أسوان أكد أن تنفيذ هذا المشروع القومي والصرح العملاق بيأتي في إطار سعي الدولة لزيادة الطاقة النظيفة المنتجة على مستوى الجمهورية لدعم الشبكة الموحدة للوفاء بالاحتياجات الجماهيرية وأيضا بالمشروعات التنموية والاستثمارية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسواني للحد من مشكلة البطالة. لفت أيضا المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع الشركات المنفذة للمشروع على إعطاء الأولوية لأبناء المحافظة في التشغيل بشكل عام، مع إعطاء الأسبقية لأبناء قرية بنبان بشكل خاص، في حين لا يتم الاستعانة بالعمالة من خارج المحافظة إلا من الخبرات الفنية والتخصصات النادرة والغير متوفرة بأسوان كالتفتيش على المهمات أو ما شابه ذلك. الجدير بالذكر مشاهدينا أن المشروع بيقام على مساحة 8843 فدان وفقا للقرار الجمهوري رقم 274 لعام 2014 باستثمارات بتصل إلى حوالي 40 مليار جنيه. بيوفر المشروع حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التي تستمر على مدى 4 سنوات بدءا من الأول من شهر يناير 2015. ومن مشروع الطاقة الشمسية لتوفير نسبة كبيرة حوالي 90% من الكهرباء في مصر لعلاج فيروس سي، مصر بعد أن كانت تحتل مرتبة متقدمة جدا على مستوى العالم في عدد الإصابات بفيروس سي الحمد لله، بناء على يعني جهود كتيرة جدا ومحاولة للقضاء على هذا الفيروس وتوفير الدواء أو العلاج له، تم تراجع تصنيف مصر وتم شفاء عدد كبير جدا من
من المصابين بفيروس سي في مصر، وبنتمنى إن شاء الله للجميع الشفاء والقضاء نهائيا على هذا المرض. مركز تحيا مصر وصل يعني حملاته لعلاج فيروس سي تحديدا في الأقصر، وهي دي كانت حملة طبعا طرق الأبواب لإجراء مسح شامل لجميع المناطق والمصالح والهيئات الحكومية بالمحافظة للكشف عن حالات الإصابة بفيروس سي. سمير الدميري المدير التنفيذي للمركز أوضح أن هذه الحملة بتأتي في إطار تعزيز صندوق تحيا مصر لجهود المسح الميداني الشامل الذي يتم على مدار أيام الأسبوع، ودوت بهدف الوصول إلى نسب الشفاء العالمي من فيروس سي. ويوضح أنه خلال الستة أشهر الماضية تم الكشف على 18 ألف حالة من الشريحة العمرية من 18 إلى 75 عام. أكد الدميري أيضا أنه في حال اكتشاف الإصابة بالفيروس بيتم استكمال التحاليل المطلوبة وتقديم العلاج اللازم ومتابعة الحالة مجانا على حساب صندوق تحيا مصر حتى يتم الشفاء. الخبر التالي أيضا متعلق بالوضع الصحي أو الطبي في مصر، وتحديدا وضع الأطباء. أعمال المؤتمر العلمي الثالث لقسم الصحة العامة وطب المجتمع انطلقت بالأمس بالتعاون مع كلية طب القاهرة ومع منظمة الصحة العالمية. المؤتمر بيعمل على تدريب وتمكين خريجي كليات الطب في مصر من أجل تلبية احتياجات سوق العمل. مؤتمر لدعم شباب كلية الطب من خلال التدريب العلمي والتزويد بالمعلومات من أجل مواكبة سوق العمل. عبور الفجوة من التعليم الأكاديمي إلى التطبيقات العملية والمهارات اللي بيحتاجها الخريجين من كلية الطب. فالحقيقة هي دعوة إن إحنا نعمل خطة استراتيجية بين الجامعات المصرية، تبدأ من القصر العيني الجامعة الأم وترتبط وتنتشر في الجامعات المصرية كلها، علشان نعمل شراكة علشان نغير من نوعية ونطور من نوعية الخريج الطبيب المصري. نعمل مع جميع الشركاء، مع جميع المعنيين الفاعلين في جمهورية مصر العربية لتعزيز قواعد ومبادئ الصحة العامة، ما يسمى Public Health Leadership and Management. دي مهمة جدا على 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 المستوى المحلي، وستؤدي إلى زيادة وتقوية القدرات والمهارات المتعلقة بممارسات الصحة العامة. ويهدف المؤتمر إلى التواصل مع الدول الأفريقية من أجل تبادل الخبرات الطبية. وجود الاتحاد الأفريقي في هذا المؤتمر يعني بيدعو إلى التواصل المصري الأفريقي، لأنه احنا عارفين القارة الأفريقية على أجندة أولويات الحكومة المصرية، وإزاي أنه يبقى في تصدير للخبرة العلمية المصرية، إزاي يبقى في تدريب لكل اللي بيعملوا في المجال الصحي في كل القارة الأفريقية، إزاي نعمل تواصل بين الجامعات المصرية والجامعات الأفريقية. عندنا هنا في مصر أكثر من 165 مصنع دواء، فأيضا أنشأت من خلال مجلس أعمال الكوميسا لجنة للصناعات الدوائية والرعاية الصحية، عشان نشوف إزاي من خلال التكتل الاقتصادي زي الكوميسا يقدر أيضا يبقى فيه هناك تواصل مصري. وأكد الحضور أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر جعلت التأهيل للتوظيف قضية ملحة، وسوف يساهم في انخفاض معدل البطالة. استراتيجية شاملة لتحسين المهارات العلمية للطلاب بدرجة كبيرة من أجل تأهيلهم لسوق العمل وخدمة المجتمع. من مقر انعقاد المؤتمر، بسمة الشاعر، النيل. بهدف توسيع مدارك الطفل وإطلاعه على الحضارات المختلفة ومن الحضارات العريقة الحضارة الهندية، من هنا بيشهد مركز الطفل للحضارة والإبداع في متحف الطفل في الخامسة من مساء اليوم مهرجان ليالي الهند في متحف الطفل بالتعاون مع السفارة الهندية في القاهرة ومركز مولانا أزاد للثقافة الهندية. الدكتور فاروق الجهري رئيس جمعية مصر الجديدة قال إنه هذا المهرجان طبعا بيأتي ضمن برامج حافلة بالعديد من الفعاليات والأنشطة والمضامين اللي بتهدف تحديدا للوصول العالمية والمزج ما بين الأصالة والحضارة، وبيتم تنظيمها أيضا طوال أجازة نصف العام للطلاب بكافة مؤسسات الجمعية وأيضا مركز الطفل للحضارة والإبداع ومكتبة مصر الجديدة ومكتبة المستقبل بجسر السويس. المهرجان أكيد بيهدف لتوطيد العلاقات ما بين الشعوب والانفتاح على الثقافات الأخرى وتبادل المعارف والخبرات معاها، وأيضا أشار إلى الدور الكبير اللي بتلعبه مثل هذه الفعاليات الثقافية في التعارف والتقارب ما بين الشعوب، وطبعا ده بيسهم بدوره في توافر أجواء صحيحة للتواصل الثقافي
والحضاري. الدكتورة فاطمة مصطفى نائب مدير متحف الطفل قالت أنه فعاليات ليالي الهند في المتحف هتتضمن أنشطة متنوعة بيتم فيها المزج ما بين الثقافة المصرية والهندية بفقرات طبعا ممتعة بتعبر عن عمق العلاقة ما بين الثقافتين المصرية والهندية. وفي مقدمة هذه الفعاليات عرض فني لفرقة الرقص الهندي التابعة للسفارة. وأشارت كذلك إلى أنه تنظيم مهرجان ليالي الهند في متحف الطفل بيتم تنظيمه للمرة الثالثة نظرا للنجاح الهائل اللي شهده خلال تنظيمه في المرتين السابقتين واللي كان فيهم إقبال كبير من كافة الفئات العمرية والاجتماعية على هذا المهرجان. دلوقتي مشاهدينا هنتعرف على حالة الطقس في أنحاء جمهورية مصر العربية، ومعنا دلوقتي عبر الهاتف الدكتورة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة أمال صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. احنا ابتدينا بالليل كده نشوف في سقوط امطار وكده، هل حالة الطقس هتشهد عدم استقرار النهاردة وخلال الايام القليلة المقبلة؟ بالضبط، خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعية تشير مع بداية فصل الشتاء ان يكون في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وبيصاحبها سقوط امطار غزيرة على السواحل الشمالية من اول سلوم ومطروح وحتى رفح والعريش، وبتشمل كمان شمال الدلتا، وبتكون خفيفة على القاهرة. يعني نقدر نقول ان هو طقس شتوي بارد وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى اسيوط، لكن بيكون مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا، وبيكون شديد البرودة ليلا، وبيصل لحد الصقيع على وسط سيناء وعلى شمال الصعيد. يعني درجة الحرارة اثناء الليل بتصل الى 5 درجات. طيب متفضلي يا دكتورة كملي. وفي الصباح بنلاحظ الشبورة المائية بتكون على الوجه البحري والقاهرة وعلى مدن القناة، وبتصل حتى شمال الصعيد أيضا. طيب دكتورة أمال، معنى كده إحنا يعني فصل الشتاء بدأ يوم الأربع، والنهار يعني شفنا كمية الأمطار واللي كانت فعلا مفاجأة أو شديدة بشكل كبير، معنى كده أنه الشتاء السنة دي حيجي أشد من وأكثر برودة من العام الماضي؟ لا، ما نقدرش نتوقع بفصل كامل، لكن بنتوقع خلال يعني اسبوع بالكتير قوي عشان يكون التنبؤ بتاعنا مصداقيته عاليه. فما نقدرش نقول من دلوقتي ان الشتاء هيكون شديد او معتدل. يعني الشتاء السنه اللي فاتت كان يعتبر ممرش علينا موجات برد كتيره مستقره يعني. طيب الجو ده هيستمر معانا تقريبا حوالي 3 ايام، هيشمل فيه نشاط رياح وامطار يعتبر على كافه الانحاء ما عدا على جنوب البلاد فقط. طيب درجات الحرارة المتوقعة ايه يا دكتورة أمال في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله؟ بنتوقع النهاردة الخميس على السواحل الشمالية الغربية 15 والصغرى 12، أما السواحل الشمالية الشرقية رفح والعريش وشمال سيناء 17 والصغرى 8، الوجه البحري والقاهرة 16 والصغرى 10، جنوب سيناء والغردقة 21 والصغرى 11، أما شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى أسيوط 17 والصغرى 6، جنوب الصعيد الأقصر وأسوان وحلايب وشلاتين 23 والصغرى 8. يعني نقدر نقول إن درجات الحرارة هتكون منخفضة الأيام الثلاثة اللي جايين إن شاء الله. طيب دكتورة، حضرتك قلتي إن هيكون في نشاط للرياح خلال الأيام القليلة سواء النهاردة أو بعد كده، معنى كده إن حالة الصيد أو هل حركة الصيد البحري في البحر الأحمر والبحر المتوسط هتكون متوقفة؟ بالظبط كده، بنقول نشاط الرياح هيأثر على البحر المتوسط وهيؤدي الى اضطراب الملاحه البحريه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتورة أمال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. في إطار الدعوات المجتمعية العامة سواء الرسمية أو المجتمعية لتحسين جودة التعليم وتطويره وإطلاق العديد من المبادرات والمشروعات من قبل وزارة التربية والتعليم أو غيرها من الجهات سواء الخاصة أو الحكومية، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني أعلن أن مشروع القرائية الذي أطلقته الوزارة بيهدف إلى تحسين نوعية التعليم ونتائج التعلم في المراحل التعليمية المختلفة من الروضة وحتى نهاية الصف الثالث الإعدادي، وقد تم تغيير شكل التعلم في السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية
بعد تنفيذ التجربة. طبعا الوزير قال أنه بالفعل هذه التجربة بتأتي انطلاقا من تجربة مصر ككل في تنمية مهارات القراءة والكتابة لتلاميذ الصفوف الابتدائية الأولى، الثلاثة الأولى اللي أطلقتها الوزارة منذ عام 2008 وحتى الآن، وحققت عدة إنجازات. الوزير أوضح أيضا أنه هذه التجربة، تجربة برنامج القرائية، بدأت تحديدا في أكتوبر عام 2011 على تلاميذ الصف الأول الابتدائي، وكان عددهم آنذاك 1,400,000 تلميذ ب 16,000 مدرسة على مستوى الجمهورية. وتم تغيير كتب الصفوف الثلاثة الأولى بناء على استراتيجيات القرائية والانتقال بالتدريس في الصف الأول الابتدائي من الطريقة الكلية للطريقة الصوتية، والاهتمام بكل مكونات القراءة زي الوعي الصوتي والفهم القرائي والمفردات والطلاقة. أشار الوزير كذلك إلى أن هذه النجاحات اللي قامت بها وزارة التربية والتعليم الفني بمصر بتطوير التعليم في مرحلة التعليم الأساسي تم خلالها تبادل الخبرات ونقل تجربة مصر الرائدة في الاهتمام بالتعليم وعرضها في بعض الدول العربية زي بيروت والأردن والسعودية والمغرب. بس والانطلاق من الطريقة الكلية إلى الطريقة الصوتية دي هيواجهها تحدي اللي هو ارتفاع كثافة الفصول اللي بنشتكي منه ده، وعايز يكون فيه برضو يعني مدارس قليلة عشان يقدر يسمع جديدة. بس احنا بنشوف برضو مشاكل بيتحدث عنها المدرسين، ان في بعض الطلبة وصلوا الى نهاية المرحلة الابتدائية وما بعرفوش يكتبوا وينطقوا كمان. صح. في خبر تاني معانا في إطار الحرص على نشر الوعي والفكر الصحيح والوعي الثقافي في كل مكان، أكد وزير الثقافة حلمي النمنم حرص الوزارة على نشر هذا الفكر والوعي الثقافي في كل مكان من خلال إتاحة الخدمات وإقامة الفعاليات الثقافية المتنوعة. وطبعا ده جه في تصريحات أدلى بها وزير الثقافة حلمي النمنم بمناسبة افتتاح منفذين لبيع الكتب وإصدارات الوزارة تابعين للهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاع صندوق التنمية الثقافية. وزير الثقافة قال إنه الوزارة بتسعى بالفعل لنشر الفكر والوعي الثقافي في كل مكان من خلال إتاحة الخدمات الثقافية المتنوعة من كتب وإصدارات ثقافية وإقامة أيضا ندوات ومؤتمرات وفعاليات ثقافية. ولفت النظر إلى إنه افتتاح منفذ زي عرض وبيع إصدارات الوزارة هو إضافة جديدة للمواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة. لسه مع وزارة الثقافة، حيث أعلنت وزارة الثقافة ممثلة في جهاز التنسيق الحضاري عن مشروع لحصر حدود مناطق الجبانات ذات القيمة التاريخية المتميزة في القاهرة بهدف عمل مسح استكشافي لمختلف مناطق جبانات القاهرة وعمل توثيق للمباني والمقابر والجبانات ذات القيمة المتميزة. أيضا المشروع شهاب بيهدف لمطابقة سجلات الآثار مع الواقع على الخريطة وإعداد قاعدة بيانات بها وإنشاء قاعدة بيانات أخرى شاملة طبقا للمناطق ونوعية التصنيف. رئيس الجهاز المهندس محمد أبو سعدة صرح بأنه هذا المشروع بيشمل جبانات السيدة عائشة والسيدة نفيسة ومقابر سيدي جلال وسيدي عمر بن الفارض ومقابر الأتراك واللاتين والغفير وباب النصر وأيضا باب الوزير وغيرها من المقابر. أكد أيضا أنه هذا الجهاز انتهى من عمل مسح استكشافي بمنطقة جبانات صحراء المماليك، والجهاز أيضا قام بعمل أرشيف فوتوغرافي للأثار المسجلة البالغ عددها 31 موقع بجبانات صحراء المماليك للوقوف على حالتها، ومنها طبعا قبة السلطان قنصوة أبو سعيد ومقعد السلطان قايتباي وقبة السبع بنات وتكية أحمد أبو سيف. أيضا أشار إلى أنه الدراسة بتضم بعض المقابر لشخصيات هامة خارج بقى نطاق الجبانات، منها مقبرة سليمان باشا الفرنساوي ومقبرة سعد زغلول. وطبعا المشروع انتهى إلى أنه في بالفعل ثروة معمارية كبيرة من عمارة الجبانات والمقابر والمدافن، ودي غير مسجلة ومهددة بالاندثار، خاصة أنه منطقة الجبانات غير موجودة على خريطة التنمية العمرانية للقاهرة التاريخية، وأنه وزارة الثقافة ممثلة في جهاز التنسيق الحضاري هي أول الجهات الرسمية اللي تحركت لرصد هذه الثروة، ثروة الجبانات. اختلاط وتماهي عميق بين المصريين جميعا سواء مسلمين ومسيحيين منذ عقود طويلة وحتى الآن ومستمرة إن شاء الله.
من قرية طهنة الجبل في محافظة المنيا يعلم المسيحي عياد شاكر حنا مسيحي، وهو مصري في الثمانين من عمره، بيعلم أبناء قريته المسلمين تلاوة وحفظ القرآن منذ عشرات السنين. شيء لافت فعلا للنظر ويدعو للتقدير، وقد إيه ما فيش أي فرق خالص ما بين المسلم وما بين المسيحي، وإنه إزاي ممكن يكون مسيحي يعلم الأطفال المسلمين قراءة القرآن، يعني حاجة فعلا جميلة. حنا المعروف طبعا في قريته باسم العريف سار على خطى والده الراحل، حفظ القرآن الكريم وهو طفل، وفتح كتاب في بيته لتعليم أطفال المسلمين والمسيحيين أيضا، يعني الاثنين على حد سواء، كل شيء من القراءة والكتابة والحساب، وأيضا حفظ آيات من القرآن الكريم. نتابع تفاصيل أكثر في سياق تقريرنا التالي. عياد شاكر حنا مسيحي مصري في الثمانين من عمره، يعيش في قرية طهنة الجبل بمحافظة المنيا في صعيد مصر، ويقوم بعمل يستغربه كثيرون من غير أهل القرية، يعلم أبناء قريته المسلمين تلاوة وحفظ القرآن الكريم منذ عشرات السنين. وسار حنا المعروف في قريته بالعريف الذي يقول إنه تعلم القرآن في صغره بالمدرسة على خطى والده الراحل، فحفظ القرآن وهو طفل، ثم فتح كتابا في بيته لتعليم أطفال المسلمين والمسيحيين على السواء كل شيء من القراءة والكتابة والحساب. اتعلمت من المدرسة الابتدائي، وجابوا شجعني ان انا احفظ. ونال حنا الذي كان اول من يتعلم القراءة في قريته الشهادة الابتدائية عام 1948 قبل ان يحصل على دبلوم المعلمين عام 1957. واوضح حنا انه يشعر بالقرب من الله حين يقرأ القرآن لانه يتضمن رسائل حب ورحمة، واشار ايضا الى ان القرآن يشعره بسكينة وراحة بال. وقال إن رسالته للناس هي أن يتحبوا ويتعلموا التسامح والصفح. بس مع الجيرة والأخذ والعطاء والعازة اللي كنا عايزين البعض، أنا ما عنديش دقيق، وأم محمد طحن تقول الدين الصحن ديك نخبز وناكله، إحنا نخبز أم محمد يقول خمس بتوات العيل تغدوهم، ده الحب اللي موضوع في الطهنة من زمان. ويحظى حنا باحترام أهل القرية وتبجيلهم له بسبب عمله كمعلم. المعلم عياد من زمان أسس وربى وعلم ناس كتير جدا، وكتير من المسلمين بيدينوا ليه بالفضل، وهو يعلم ذلك تماما. أظن دي أقوى رسالة وأقوى رد، إن إحنا هنا يعني أعتقد إن إحنا لو في فرقة، طب ما إحنا نقول مع احترامنا للجميع نقول المسلمين ما تروحوش عنده، روح عند المسلمين، صح كده؟ لو في فرقة، لكن لا، إحنا عندنا من زمان في أولاد بيطلعوا روح عند المعلم عياد. وكان حنا في بداية حياته يفكر في ترك القرية ليعمل معلما في أي مكان آخر يوفر له حياة أفضل، لكنه تراجع وقرر البقاء وتعليم أطفال القرية. وعلم حنا كثيرا من الأطفال مقابل قروش معدودة، وهو لا يتقاضى أي مقابل من الذين لا يملكون تلك القروش ويعلمهم مجانا. هنترك مصر قليلا ونبتدي مع حضراتكم مجموعة من التقارير أو الأخبار المتعلقة بعدد من العواصم العربية والعالمية. هنبتدي بالكويت واختيارها عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 واختتام الفعاليات المصاحبة لاختيارها. وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح قال إنه اختتام الفعاليات المصاحبة لإعلان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016 هتقام اليوم برعاية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. الوزير الكويتي قال أيضا بهذه المناسبة إن الاحتفالية التي سيحتضنها مركز الشيخ جابر الحمد أو الأحمد الثقافي سيحضرها عدد كبير من رموز الثقافة في العالمين العربي والإسلامي، وعرب عن ترحيبه بوزراء الثقافة وضيوف دولة الكويت الذين حرصوا على حضور هذه الاحتفالية الثقافية الإسلامية دعما لرسالة الكويت الثقافية. أضاف أيضا أنه سيتم خلال الاحتفالية الختامية إعلان بيان دولة الكويت الثقافي إلى جانب الاحتفال بتكريم المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم إسيسكو للمشرف العام لدار الآثار الإسلامية الشيخة حصة صباح السالم الصباح، تقديرا لجهودها الدولية الداعمة للثقافة الإسلامية وفنونها عبر العصور لما تمثله دار الآثار الإسلامية كمقصد
ثقافي وسياحي دولي في الكويت. أشار أيضا إلى أنه سيتم عرض أوبريت ثقافي يشير إلى اهتمام دولة الكويت وقيادتها الحكيمة بمواصلة رسالتها الثقافية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وده امتداد لعطاءات إرثها الثقافي والحضاري الإنساني عبر التاريخ. صباح أيضا أعلم أن إعلان الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2016 سيظل منارة متوهجة العطاء عربيا وإسلاميا ودوليا، تأكيدا لأهمية الدور الحضاري والإنساني للثقافة الكويتية. ومن الكويت إلى الأردن اللي بتحاول بشتى الطرق زيادة مواردها المائية نظرا لندرة الأمطار في الأردن تحديدا، جهود مختلفة ومحاولات بتقوم بها الحكومة الأردنية لزيادة هطول الأمطار، وده كان تحديدا في الفترة الأخيرة بالتعاون مع بعض الشركات الألمانية من خلالها بتسعى المملكة الأردنية لزيادة هطول الأمطار على أراضيها. الأردن بيعتمد في هذا على التقنية الحديثة، وزي ما قالت نرمين هو بيعاني من شح في الموارد المائية، وهو الأمر الذي تفاقم مع قدوم الآلاف من اللاجئين سواء من سوريا أو العراق إلى الأردن خلال الفترة الماضية. هنشوف المزيد في هذا التقرير. تجربة جديدة يتم تنفيذها في الأردن بالتعاون مع شركة ألمانية لزيادة هطول الأمطار من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة. الشركة تقوم ببث أيونات في الغلاف الجوي من أبراج لشحن ذرات السحب لتعزيز عملية الاستمطار، وذلك باستخدام طاقة كهربائية مولدة من ألواح شمسية. غرفة المراقبة في شركة وذرتيك هنا وظيفتها الأساسية هي مراقبة الجو، بمعنى أن متابعة تطور الأحوال الجوية من خلال الوسائل المتاحة. نعتمد في مراقبة الأحوال الجوية وإعطاء التوقعات على صور الأقمار الصناعية، صور الرادار، صور الكاميرات المنصوبة في المواقع التي تراقب حركة الغيوم. ومن المعروف أن الأردن يعد واحدا من أفقر البلدان في موارد المياه اللازمة للشرب والزراعة، وهو الأمر الذي تفاقم مع تدفق اللاجئين من سوريا والعراق على المملكة. علميا في إثباتات أنه في تناقص بكميات الأمطار المعدلات السنوية، بالإضافة لهيك في كميات طلب أكثر على بسبب الهجرة اللي موجودة بالأردن، الأزمات حوالين المنطقة، فالطلب الضعف أضعاف والمصادر المياه عم بتشح، إن كان المياه الجوفية أو مياه الأمطار، فلذلك في حاجة ماسة لوجود مياه عذبة. وبالإضافة إلى المحطة في منطقة مأدبة، فإن الشركة الألمانية لها 3 محطات ويعمل نحو 35 خبيرا من ألمانيا وسويسرا والأردن في مشروع الاستمطار بالمملكة. ومن الأردن إلى مدينة سيدني الأسترالية اللي بتحظى الحيوانات تحديدا في حديقة تارونغا في مدينة سيدني الأسترالية باهتمام ومعاملة خاصة. ليه؟ علشان يعني أعياد الميلاد وأعياد رأس السنة وانتوا طيبين قربت، فبالتالي القائمين على رعاية هذه الحديقة تحديدا بيقوموا بتقديم وجبات بأشكال مختلفة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من ضمنها شجرة عيد الميلاد، وده طبعا لإدخال البهجة والفرحة على الحيوانات اللي موجودة في هذه الحديقة. أغلب الوجبات اللي بيتم تقديمها بتتكون من أنواع مختلفة من الأسماك والفواكه التي تعشقها الحيوانات. بتعد حديقة تارونغا إحدى أفضل حدائق الحيوان في العالم بأسره، لوقوعها إلى جانب الميناء، أي على الجانب المقابل للفنادق السياحية بالمدينة. بيذكر أهم المقاصد السياحية في سيدني، وقد فتحت أبوابها في 1916 ميلادية عندما كانت أستراليا في حرب مع أوروبا. استوحت الحديقة تصميم محابس الحيوانات التي لا تضم أي قضبان من حديقة حيوانات هامبورغ، وبتتضم حديقة تارونغا حوالي 228 من الثدييات و522 نوع من الطيور و64 نوع من الزواحف. شيء لطيف ان يتم معاملة الحيوانات بشكل مختلف، يعني استعدادا لأعياد الميلاد وتقديم معاملة لائقة بيهم سواء في الأكل او الشرب او حتى في المكان المحيط بيهم.
طيب هنتكلم دلوقتي عن فوائد وجود الشمس الساطعة في الشتاء والمضار اللي بتنتج عن عدم وجود أشعة شمس كافية في فصل الشتاء وعدم تعرض جسم الإنسان وسطح الجلد تحديدا ليها، وده طبعا بيكون غير كافي لتمثيل فيتامين دي في الجسم اللي طبعا بيعمل على حماية الجهاز المناعي، وبيؤدي نقص هذا الفيتامين المهم فيتامين دي بيؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية والجسمانية وبيؤدي للعديد من الأمراض. الخبراء بيشددوا دايما على ضرورة تعويض النقص في هذا الفيتامين الهام في حال عدم التعرض للشمس بالقدر الكافي بتناول مكملات غذائية غنية بفيتامين دال للوقاية من ألام المفاصل والعظام وتراجع فرص الإصابة بهشاشة العظام وحوادث السقوط والكسر. الدراسة ذكرت أن فيتامين دي بيحمي من مشاكل القلب، بيساهم في تفادي الإصابة بمرض السكر، كما أن له تأثيرا بيعمل على كبح نمو الخلايا السرطانية، حيث من الأفضل تناول فيتامين دي 3 الذي ينتجه الجسم من خلال تناول الأسماك الدهنية خاصة السردين والتونة وصفار البيض والكبدة والفطريات. بتقدر الإشارة إلى أن تحليل دم بسيط يمكنه الكشف عن مدى معاناة الإنسان من نقص في مستوى فيتامين د. ومشاهدينا الكرام هنتكلم مع بعض بشيء من التفصيل عن أهمية التعرض لقدر مناسب من أشعة الشمس تحديدا في فصل الشتاء مع الدكتور محمد الحوفي أستاذ الأغذية بجامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتور محمد. صباح الخير. أهلا بك. صباح النور. وبنتكلم عن يعني المخاطر اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في حالة عدم تعرضه لأشعة أو قدر مناسب من أشعة الشمس في فصل الشتاء. هي طبعا أشعة الشمس مهمة قوي خصوصا كمان للسيدات اللي هم في فترة الحمل علشان تكوين فيتامين د في جسم الإنسان، طبعا كمان كبار السن اللي هم بيعانوا من هشاشة العظام برضو التعرض لفيتامين لأشعة الشمس برضو مهم جدا، خصوصا كمان ان هم كبار السن بيبقى الجلد بتاعهم يعني قابليته وفعاليته في تكوين فيتامين د بيبقى اقل بكتير جدا من الشباب الصغيرين. طبعا مهم قوي كمان تعرض الاطفال كمان لفيتامين د للفتره من اشعه الشمس. طبعا اشعه عشان الاشعه الفوق بنفسجيه اللي هي الموجوده في اشعه الشمس هي اللي بتساعد على تكوين فيتامين د. الحياه بتختلف الفترات الزمنيه او الساعات بتاعه النهار من دوله الى اخرى. احنا بالنسبه لمصر الابحاث اثبتت ان افضل فتره زمنيه اللي هي من الساعه 12 لغايه الساعه 2، ويكفي ان احنا نتعرض بس على الاقل لربع لثلث ساعه بس من هذه الفتره لاشعه الشمس. طبعا فيه بقى بالاضافه لكده في اغذيه بقى كمان غنيه بفيتامين د الحقيقه، يعني اللي هي زي منتجات الالبان، الالبان كلها اللي هي كامله الدسم لان فيتامين د ده في الدهن، فلازم نحط في الاعتبار بقى ان احنا لو بنعمل ريجيم ولا حاجه وبناكل حاجات لو فات او فات فري يبقى احنا بنحرم نفسنا من فيتامين د، يبقى احنا بنعوضه من مصدر اخر غير منتجات الالبان. طبعا الجبن كامله الدسم كلها فيها فيتامين د. زي ما قلت طبعا بالنسبه كمان لبعض انواع الخضروات زي كمان الفطر اللي هو المشروم في فيتامين د بنسبه عاليه، موجود كمان في الكبده، موجود في الاسماك، كل دي طبعا بتبقى في الجزء الدهني من هذه الايه من هذه المكملات. ده هو برضه الصفار البيض فيه نسبه عاليه من فيتامين د الحقيقه. ولازم بقى زي ما قلت فعلا بننصح الساده المشاهدين ان هم من اقل اخر سواء بعد سن ال 50 ان هم يحاولوا يشوفوا يعني هل هم عندهم قدر كافي من فيتامين د ولا لا يعني. تمام. طيب دكتور محمد، بالنسبة للأطفال يبتدوا يتعرضوا للشمس من عمر قد إيه يا فندم؟ والله هو طبعا يعني هو الأطفال يعني لازم نعرضهم حتى يعني على طول بمجرد يعني من عمر يمكن 6 شهور في البداية خالص هم بيبي. لازم برضو نعرضهم رجليهم ونعرضهم طبعا لأن احنا عارفين ان فيتامين د برضه مهم قوي علشان تكوين العظام وتكوين طبعاً. الأسنان وعشان كثافة العظام كمان تبقى تتكون بكثافه يعني. احنا كنا فاكرين ان التعرض للشمس بيكون مقتصر على الاطفال فقط، بس طلع زي ما حضرتك قلت ان الكبار السن ايضا والشباب
يجب ان يتعرضوا للشمس ايضا. وهم طبعا عشان دلوقتي طبيعه اللبس، وهنا طبعا خصوصا المراه لما بتغطي جسمها كله والحاجات دي كلها، طبعا المفروض لما ترجع البيت تحاول ايه تعرض نفسها لايه لضوء الشمس. طيب دكتور محمد، احنا معانا خبر تاني متعلق بقى بثمرة الأناناس ومدى فائدة هذه الثمرة في حين وضعها على الوش بعد تقريبا عصرها، ان هي ممكن بتساهم في علاج حب الشباب والتجاعيد لاحتوائها على كمية من فيتامين جيم اللي بيساعد في انتاج مادة الكولاجين المكافحة للتجاعيد. مدى صحة هذا الخبر يا دكتور؟ وطبعا يعني ثمرة الأناناس من الثمار الهائلة جدا، وفعلا مهمة قوي علشان ارتفاع فيتامين جي فيها، وهنا طبعا بتساعد زي ما قلت فعلا ده الأساس العلمي ليها، انها بتساعد على تكوين طبقة الكولاجين اللي هي تحت الجلد، اللي هي طبعا بتدي مرونة للجلد وبتدي نضارة للجلد. الحاجة بالإضافة اللي كده بقى، ثمرة الأناناس مهمة قوي في عمليات إنقاص الوزن، لو الواحد شال ثمار منها بانتظام مثلا في الفطار الصبح بتلعب دور كبير قوي في تقليل الوزن، لانها غنيه جدا جدا بالالياف، والالياف دي طبعا بتقلل من امتصاص السكر، بتقلل من امتصاص الدهون، بتقلل من الكوليسترول الضار، وبتقلل كمان من الدهون الثلاثيه اللي هي بتترسب على الاوعيه والشرايين، وبالتالي هي مهمه قوي كمان لامراض القلب والشرايين، بتقلل من طبعا بتاخر من حدوثها، ويعني هي مثالا من الثمار الجيده جدا. طب يفضل تناولها طازه يا دكتور، ثمره الاناناس تكون طازه ولا اللي هي بتكون محفوظه في علب برضو ليها نفس الفعاليه او الفائده؟ هي طبعا الطازه افضل بكثير قوي من الكومبوت اللي هو محطوطه في علب معلبه في صفيح مع محلول سكري، وطبعا هنا لانها هنا بتتعرض لمعامله حراريه شديده اثناء عمليه التعليم، فيفضل طبعا ان احنا كلها طازه هتبقى اسهل. الدراسه الهنديه ايضا اشارت الى ان هناك مجموعه من مضادات الاكسده الموجوده في بعض الاغذيه زي البروكلي والريحان والشمام وبعض الفاكهه الطازجه او الجافه زي اللوز والفول السوداني والجوز، تعد من مضادات التجاعيد الفعاله. مدى دقة هذا الكلام وصحته يا فندم؟ هو طبعا المضادات الأكسدة دي موجودة في كل حتى الخضروات والفواكه اللي هي ليها ألوان مختلفة، كل الحاجات الملونة دي كلها مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة الحقيقة مهمة قوي في إنها بتحمي الجسم طبعا من التأثيرات الضارة للمواد الحافظة، طبعا بتأخر من الشيخوخة، لأن كل طبعا المواد الحافظة والتلوث الكبير اللي بيحصل نتيجه طبعا للتمدن اللي حصل دي كلها بيبقى لها تاثيرات ضاره على عمليات التمثيل داخل الجسم، وطبعا بتسرع طبعا من الايه من الشيخوخه. لكن مضادات الاكسده الحقيقه هي اللي هي بالفعل المضاد او بتحمي الجسم من التاثيرات الضاره لهذه الملوثات وهذه المركبات، وبالتالي طبعا بتاخر من الشيخوخه. ودلوقتي يعني بتتاخد دلوقتي في صوره مكملات غذائية. ومن أهم الحاجة المضادات الأكسدة حتى فيتامين دي أو فيتامين هي، ودلوقتي في كبسولات الناس بتبقى حريصة أنها تاخدها باستمرار. تمام، بنشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الحوفي أستاذ الأغذية بجامعة عين شمس. فقرة اليوتيوب النهاردة اخترناها لكم مشاهدينا هتهم الكثير من الأسر اللي عندهم أطفال، اللي بيعانوا طبعا من شقاوة الأطفال الجيل بعد جيل، بتكون يعني حقيقي حاجة يعني غير طبيعية الشقاوة دي. أمهات وأباء قرروا أن هم يخلوا أولادهم بقى يدوقوا من نفس الكاس، كاس الشقاوة، وأن هم يقوموا بأعمال فيها كم من النشاط والشقاوة. والغريب في الأمر أنه الأطفال قرروا ان هم يقعدوا كده يشوفوا الأب والأم ويراقبوا سلوكهم ويشوفوا هم بيتشاؤوا، يعني بيتفرجوا عليهم بس ما بيستمتعوا تقريبا. واعتقد ان احنا اولادنا هنا في مصر يعني ممكن يقوموا يلعبوا معانا، يعني هم مش هيقعدوا برضو ساكتين، يعني هيساهموا ويشاركوا في نفس الشقاوه ونفس اللي هنعمله برضو. اخر جولتنا الاخباريه في الفقره الاولى من هذا الصباح، مشاهدينا اين تذهب هذا المساء؟ بنقدم لحضراتكم مجموعه من المقترحات لقضاء امسيه بعيده او سعيده.
من هذه الأمسيات بينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية حفل فني بمناسبة ذكرى وفاة الفنان فريد الأطرش بالتعاون مع محبي أو جمعية محبي فريد الأطرش الساعة 7 بالليل بقصر الأمير طاز. بيت الغناء العربي بقصر الأمير باشتاك التابع طبعا لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، حيقيم اليوم برضو النهاردة إن شاء الله حفل فرقة ليالي الطرب الساعة 8 مساء، وبيحيي هذا الحفل المطرب إبراهيم راشد والمطربة حسناء كمال. دار الأوبرا المصرية بتواصل تقديم حفلات الطرب العربي الأصيل، من هنا بتنظم حفل للفرقة القومية العربية للموسيقى الساعة 8 بالليل على خشبة المسرح بدار الأوبرا المصرية. هننتقل من القاهرة للإسكندرية وتحديدا مسرح سيد درويش بالإسكندرية اللي حيقيم النهاردة إن شاء الله حفل موسيقي لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي الساعة 8 بالليل. وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا وياكم الى ختام جولتنا الاخباريه النهارده. فقرات هذا الصباح لسه مستمره معاكم بعد متابعه موجز لاهم واخر الانباء مع الزميل محمد عاطف على راس الساعه.